إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا بالإسلام خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، وأتم علينا النعمة بأعظم دين شرعه الله لعباده دين الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته، وأحيينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، والتقوى هي وصية الله عز وجل من الأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: والتقوى هي أفضل زاد يتزود به العبد. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها الإخوة المسلمون، فإن أعداء الإسلام يحاربون الإسلام من كثير من النواحي، وكان نسيب القرآن والسنة كبير، فهم يحاولون إثارة شبهات ويحاولون انتقاد القرآن والسنة، ونسيب السنة من افتراءاتهم أكبر. فهم على طول التاريخ يحاولون اختلاق الأباطيل على السنة النبوية، وعلماء الإسلام لهم بالمرساد. وفي أيامنا هذا أيها الإخوة، طغى الكفر وأثار أهله وأذنابهم الكثير من الشبهات التي في حقيقة الأمر افتراءات وأكاذيب. جاءوا بأكاذيب سابقيهم ونسجوا على منوالها، ويحرفون النص ليعطى معنى غير معناه، ويبترون النص ليفيد غير المراد منه. ولا ليال أعداد إسلامك مركز المسلمين تدقال أي كلتران ما لكست وحان أركينا دقالك إنو وجهك تقاضنا يو مركز أنا وحوك بدنيد دقالك إكو هيان قرآنك يا سنة أي أقوب بدنيد سنادنا هوسي بناته وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم مركز توا وح كره هي وح ديد هي وح شبه قالين هي قرآن كلفت يسي معنيه يسي قرآن أورانا هي وإن أنت ديكشنري قادتيد كبارتيد وما بهنيد ما تقالنا تفاسير يا ابن عباس إن أتقشيد تاس أي وح ويفنا تاس أي أنت آد يا آد الله بك عليه سو عالم كمسلمين تأورن هيسته وح وينا ضعيفين كاسي وضد كسر مسلمنا ويسوقلن أوحى ويا القرآن كي معانيه سبب بدليان وحى سكودة يهيان معنى كله إن الله سميه سي أي متى قالنا هدف وجران مرك ظاهرة لسنة رنتي وحى ويا مد ما أنت كبع يسويه أو متى ودا ماذا مسلمين تودا أن ما أنت في نلاسي الحولين أو سن ككبع عينين في نلاسي أيوة ما عيب بدل لبحة هي أيوة عراني عصرانيين بان لها محدثيين بان لها ليبراليين بان لها ما عيب بين بينه أيوة لبحة هي ما عيب لاسي بلد إسلامي هنا ما أنتي خطر أيال هو ذكرى رنتي وحوية وحد أركتان ما أنتي إن كتبتي القرآن كله جوبي قرآن جوبي تان كيس ماهن أفرهن وإسكي هندستي ماهن جوب شديس بل وحوية واسيرة صعته إلا هي مدرس قرح يده قل عنبا ودن كسر مسلمة أو أهل السنة هنا قرح بقى صعده ملك سنة السنة دي بل عينه يا كتبتي ولا جوبي يا تي ودن بيس مركي سوينا اللي كده عدي ضد بقى مسلمين أو تجا وحي لهن بهالكي من حرف أو يهود هي ستي بقى جوبي نحن لا أقلاد
لدينا أقلام بالي لدينا أقلام ما هي بابل كي أصلاً مدينة مجوبي كرتان كان محاوق لو جوبي وحوي هو حرية القول بالليه لكن أرنت إنت سوا كونت مال كسب ما أنتي دقال يفنى أيا لوجيرة مرك وحنا وحن ما أنت مذاهب تان قشن كأه أو آدي أدرنتي وفدهسة هاد مرك هرت وحاي هي الخوارج هي شيعة هي معتزلة هي ما أنتنا وبهائية هي قاديانية هي مستشرقين هي علمانيين نمل له أو رواد دين تي إسلام كا إن أي كلف الفران ضد بان بأديك سنيا مركب واحد اللي هذا وسفيره فوق العادة ذاك كالكسر رية ويا واحد إيربان إني فرفران دينك إسلام كأي إيربان إني بربريان وأصل كي كبربريان أول هو خطرت واحد هيد قال مستشرقين هاي باري ترتي متى تضابق الاستاذ بقول سنة اللي قتشوه أي واحد عالم في إسلام كنت كدولين كتبتي القرآن كي حديث سوقاتين واحد سوقاتين واحد كلام ماهن إني إسلام كبربريان جامعات كسته ما ترى قلب هذه هي وحكم مش مصنتها هي وحركة دبار مثلاً أو كهذا كتبت إسلام كإيطاله أو أنت أصلاً هيستين لكن واحد الله فرفر ياي وحويه إن إسلام كي فرقين لقدر له أو لقو بربريو مركز تاسنا وحويه وحك سوق هذا يعني فرقين كي هراء أو تجي أي سوق هذا يعني ويا إلهي سبحانه وتعالى ونوشه يجي كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم كوي كهر ياي أو قال لها هذا كي رهذن بأوران يعني تشابهت قلوبهم قلبي قد أياس وافقي كوي خوارجت أو أصحابتي أو لأن هل صحابين كمترين صحابتي لدي الرأي أو وحا أرتيسا ميي إيا شي عادي أصحابتي أصحاب رسول الله أو بقول يا أفر يلا واتوكم كبدا أهيد حلق الرسول كنت صلى الله عليه وسلم أي أفر كسور ريبان انت كنوا قارك حكمين أحاديثه ونما قاتان كو أسا مركا رأي قد إلا سوق قاضية أو نمان بدن أو وحويه سوق قاضية أول قال سوق قاضي سلطة لكن هذا علماء بدن أو منبر سارا أو خطبين ليسا أي أكل محيطة وحاني أو أصحابي عينية أو من بركي متقنا كعينية رسول كنا صلى الله عليه وسلم وأن وجدي كواس وكلته أو مركي صحابي حذيفة ويدية أو رسول كلاه يو شربا كترنا خير بنويم أخير كان هسر شر مقدم بيسا نعم بيروح هكذا من يدعاة على أبواب جهنم جهنم الباب بدأ مد هو ويرية من أجابهم قذفوه فيها قف في سوء أجيبنا ويكون تران ترين يعني أو جهنم أي جلين يعني رسول كلاه ينصف من كواس وجهين رسول الله هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا هرج إليهن عرب كينا ويكوها ليان معناه وحوي القرآن كي بسود ليشانيا وحركي سامي براءة هذا تيوبيا بدل الصومالي كهذا القرآن كي بسود ليشانيا لكن ذكي ما جابه ما فهم كران رسول الله وحوي رسول الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان أمتي إذا وحنا وعبس بدنها مد منافقة وعرب يسوع هي علم اللي ما ذي نقول ليه لكن علم يسوع صلوا أنت ترين أيان وعبس بدنها هي ذلك المنافقين تامر كأنا كدك تونانه ودن كي يدين تيدي أنا سمع عيارين بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما إله بايري ما تقعنا منافقين تاسي عذاب أليم هليه أشد كوا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين كوا قال هذا ما تقعنا ولي خلينا المؤمنين توري ومهم حيث هذين يان أي يبتغون عندهم العزم عزة كهليا فإن العزة لله جميعا عزة إله بأسكله إلهي نوان نوان رمي قال هذا تاني إليسا مرنب كزول إن إسلام كالديران ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا أهدي أي أبوذان دين كسارا ما هني مرنب دقال متوتين يان إلا قيام الساعة أي ومن يرتدد منكم عن دينه قفك دين تيسكر الدوبة أو راع كواسي أو قال ما أسكول أنت فأولاك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة عمل كوذواء وبالماضي ودوا لو تكفرون كما كفروا وحي تشعليهن يهودي النصارى إن أقالوا ذا سي متغن أي أقالوا من أي تشعليهن لو يردونكم من بعد إيمانكم وحي تشعليهن إن كفارا قال إن كان قال مكاد إيمانك هشين حسدا من عند أنفسهم أي حاسدين من بعد ما تبين لهم الحق حق مركو عدالي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم يهودي النصارى نكاتك ميان إلا دينت أكره عدد مرة ومرة لينقلين كرتيد يهود النصارى إله سبحانه وتعالى وأن وشيء إنه عدو أوليه ولا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء إلهي عدو جي عدوك لا تأوليها كي يلانينا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا قال ذو وحيدهن عدو بإذيهن أو عد بإذيهن سادرت أبو قلابة وحي أورنجي رحمه الله هل فرسنين دتك ليه أهل الأهواد دتك هواد راع يضاء وهواد راع عدو هواد إله كريكتين هل فرسنين متقناه هل دو دنينا وايه وإذن تنبينيان قشن كودي قرن كودي أي إذن تنبينيان حقيقتنا وحويه وحي هدى لسوى فاقية ووحي قرونتي هوريتو لسوى لقسوى التقاية أي ماذي هوريكا هذا شيء إمام الشافعي رحمة الله عليه أي هدى عيدي سهيستان محيق وهيستان وقت يسيبه لما كان كدقي قرآنيك والله بحي أو يري أنه وشاد محمد رسول الله مرمنه قرآن أهل القرآن بانهي
هذا من برهة تاجن وحي هذا قريه ما مشافيع عيدي سوي قريه رحمة الله عليه مركا واحد وياه إن لقد دكتورنا هذا أيا الله بهين هاي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء رسول إلهي وحي يري نبي محمد كوا دين تود كلا تجي أو فرقوين ويالي كم دمتي كواس بري بات كتا هاي أذو مركا إن الذين فرقوا إن الذين فارقوا لا بدوا ولا بقرا أجرته كوانا دينتي وبكتة وانا حاجة اسكاو تورين كوانا وحوى فرقوين بي سميستين مركا فرقوين كاس كوا سميستين أو أهل البدعة يا أهل الأهواء محمد بري بات كتا هاي إيا يهودي النصارى بواسوق لها يعني اسكايت كواس مركا وحوى إيه وحوى الولاية عقلي قايا وحوى قادم وايا نين وينو هذا كوه الله يا أو منبر سارن أو متق على مسلمة بل وحوى كوه الله يا وحوى عقلي يا وحوى الديدة وتورين هذا عقلي قاعد محيو كسي ما لفت بادي ولا سون قنص عقلي قاعد كسي كرا هاي واحد كست عقلي قاعد كفيرين يا عقلي هدو ديدا وكتجه يا أو تورينا واحد ويا رسول كلف يسوع عينا يا أو وحول يا هاي رسول كدك بعاي وسوي دك بعاي وحول عبد حبشي حديث كده رأوها حديث أدون حبشي إذا أنت ليه سمع سمايا أيوة ليه أدون كاسوير هذا أنا وحول رسول كيري خلف متقنا خلفاء الراشدين قبصلة حرق جودي مركب رسول خلفاء الراشدين ما أنبياء هذا وحصل مركب بوفينها يا قشنكة إله سبحانه وتعالى ونوش يجي دين تاني أسوي حفظنا يو كتاب يسونا بإله وحفظنا يا وإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون بإلهي أنا قاعد يا حفظنا هنا ما أرى إن قرآن كان حفظنا هنا كلية وحوى القرآن كي يسونا ذي بق وأن حفظنا هنا وذكر أساس اللي يري لكن ما لها كلاته ولقد يسرنا القرآن بعد أركس القرآن نوش يجيو مركب وحوى رب العزة والجلال النبي أيوه حفظ ساري أو حفظ ثم إن علينا بيانه أنا قاعد يا وحى الله نهاي إن عدينه سنة ذي مركز سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي إيه قرآن كي سنة ما كلا بحها يان وما كلا مار ميان ما أنت هسه دجال أذك باب الوها يا أرنتي وحى ويا وحى السعودة هي حداد أكتها هي وادلي يا بيسا وحى ويا هنا سلمان أو سعودي كا كا ويل كا ما عنده بس كو جرد وهذا اللي وحى يري وحى دم كا كيانة وأحاديث تاس أحد كا حديث كتواتر كا هي بقول حديث مدمى ده وحى ودن لي هي لما وحى يري ووحى في النذا كيانة هي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هذا دين حقا لقى هذا نيا سلام قرآن كسلاة كذا اللي يري ما وحكى لك القرآن كتال شن أن تكون يا نوشيجي يا رفقع سجودنا بري يا يري هل رعى رسولك صلى الله عليه وسلم مركا وحى ويا قرآن يا سنة وحى ويا وحكى لهرها يا ماهم إمام الشافعي رحمة الله عليه أيا ساقف سري أو وحى يري وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة إلهي سبحانه وتعالى وحى يري نبغى حكمه وسودك كتابك هي حكمة حكمة محيطها حكمة هو قرآنك ويا فذكر الكتاب وهو القرآن وذكر الحكمة وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن كان وحى أركيسا نبي الله إبراهيم دعين هي أي ربنا وابعث فيهم رسولا منهم إله ورسول كسر الحصار ويعلمهم الكتاب والحكمة برا كتابك هي حكمة حكمة من حيث أقواسي الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل واذكر نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة كتاب هي حكمة رسولك والوسو الدشيي صلى الله عليه وآله وسلم وإن كبا أنت يا قرآنك ومركز أركتد وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة وحو برا يا كتابك هي حكمة دي. أيها الإخوة رسولكنا صلى الله عليه وسلم وحو يري وحا لإسيي كتابك يا مدلا مذا يا لإسيي أو سنة ذي مركا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلا أطيعه رسولك صلى الله عليه وسلم أو وحى وإيا لقاته قرآن كان وحى كسو أرورتي صدح إيا صدا وحالي أكثر من 30 موضعا أي قرآن كسو أرورتي أيضا لليه هي وأطيع الله وأطيع الرسول الله أطيع رسولك سنة أطيع ألي رسولك سمكا لها ريال مرنبا إلهي ضاع هذا رسولك وحول لحري ضاع هذا سوى حول لحري ضاع هذا رسولك هدين إلهي لا خلافنا وحول لحري خلاف هذه هدين رسولك خلافنا الله لا خلاف سيد ابن عباس ويري مركا إلهي ويري ورفعنا لك ذكرك محمد وذكرك يا كربان وقادم مركا إلهي يري أي وحو يري ابن عباس لا أذكر ولا يحس ما يا إلهي يري إلا هدي أن لا يحس محمد والو حس يا سادر تيد وحويه وإن محمد صلى الله عليه وسلم حسه سيد الله وحس يا التحيات كي التشهد كي خطب كي آذانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فلليه نما كاس هذا دل له صوب حي وحي لها شهد محمد رسول الله ما بهنا هذا أتري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحي سمينسا شرك وسمينسا قرا صلاه ساس ما اهين وهو حد اي بوفريان او اركيس انت تيوي بدن اي عالم المسلمين تلمبا دد وحا سو قاتي اذان ما انسحن الا مغيصا لا شهو شهادتنا لا قيرو صلاه ما انسحن الا مغيصا لا شهو شهادتنا لا قيرو خطبنا ما انسحيسو سادرت با الهي وحو يري فليحذر الذين يخالفون عن امره ادق محمد وكو امرك خلافيا اودق ما كو دعاهيا ان تصيبهم فتنه فتنه ان يكون عضو امام احمد با وحو رنتري اي فتنه هي ويو
وفي النبي يري إنما هي الكفر وقال لهم يري رسول كأمر كيس أول خلافه وقال لهم مركا وحوي قلوين كاسي وحن أركينا إلي منهج كي يهود أي قاتين أو وحوي أي قرآن كي بدل ينسيد يهود وكتبته أيه بدلين أي بدلها يان فويل للذين يكتمون كتاب آيات بلن بكسو أروري إلهي سبحانه وتعالى ونوغد دقيو وحن نوغد دقيا إن دريق ودي راعنه أو وحوي إلا تتبع عنا سنة من كان قبلكم واحد راعيسان كوي إن كهر يدريقه وراعيسان حد والقذة بالقذة سيدة فلافت متق أنا أسميهين برش كذا فلارت متق أنا برش كذا أسميه وقالت بعد ولا سمي سان معناها وحوي يهود النصارى تاك تاك تكون راعيسان وحنا ويرنتي والور راعي أو وحوي القرآن كي ولا بدلها يا سندي ولا بدلها يا بل فعل كحن وقالت صعداه نعوذ بالله بالله إنها أو وحوي آفات كصعدة waxaan la yaabeynay muddo saddex hadda bilood ah cidba cadaanaha gabadhoodi weeyday saddex maalmood markii ka maqreed oo soo noqotay baa waxa la yiri gabadha dhahinayna wiilka dhah magac wiil bay noqotay magac wiil bay la baxday tii anoo la yaaban oo leh baladeena hadda maxay tahay soo baxday ayaa markii dambe wiil Soomaaliya oo ku haya 2019 kaba la iga bedelay oo anigu gaar baan noqday 2019 kaba la ii sameeyay xubinta tan marka waxa weeye waa waxaas dulinimada ah ayaa waxa weeye lagu soconaya رسولنا وحيري لو أن أحدهم أتى امرأته على قارعة الطريق لفعلتموه أحد كين هدوه حاسك سأغوته وشتك واد متقناه واد راعيسان أو حوية ماشي مرين يهود النصارى يا مريسان مركا أو حوية إن لسك إلى ليه أبو معاوية محمد بن حازم وحيري كنت أقرأ حديث الأعمش على أبي صالح على أمير المؤمنين هارون الرشيد فكلما قلت قال رسول الله وحير هارون الرشيد كم لها متقن خلفاء عباسيين تر مركز وحير مكان إلى الرسول كحديث كما كتب الآخرين ياوي مركز حديث كما كتب الآخرين أي وحير يا صلى الله على سيدي ومولاي إلا أن سوق يا التقى آدم وموسى آدم يا موسى كل من هارون الرشيد وحاف أكفل يا أدركس مركز وحير أو حجابك كل ما أبا معاوية هارون وحناقي وحي علي بالنطع والسيف سيفتي يا سانتي بي كانوا وي مدح انك قوي وادركس انك اساس لي هي مركز امدي كسو يعد مدين هي يوري انك ما انت حديث كان نبي رديه وا هدي لو يراه النبي يراه التق ادم موسى كل مي ما اورن كرت حقيبه كل مي وا يو وحا وي وا غيب كينا ما تقان ان الكربي ان ان امنه ان ان امنه سادرت بع الوضع وحت هذا ساس وي ان ما تقان لا الهشه إلهي وحيره سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله الله يا رسولك سوى كهر مرنينا هكهر أردنينا معناها وحوي أمر كوذي في نهاية وذا ما تقال هبرنينا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عدكين كرهوا لنا وما تقالنا هلا أي رئيسنا ولا تجهروا له بالقول هذا كان هكو ما تقالنا هكو قولنا يا مرك الله لسان محمد يا نبي الله لهذا يا رسول الله أو هوس وهذا هذا سماوي إذا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون عملنا الأنباء بابا آية إلهي سبحانه وتعالى مقام كنبي نواك واويني مركا أرت قرانك أنبياء هر محل ويريا وحل ويريا متقنا يا إبراهيم إبراهيم موسى عيسى بإلهي لي لكن محمد مرة ما أورا يا رسول الله يا نبي الله يا أيها النبي يا بإلهي متقنا تشرف كاسوس سي يا مقام كاس وين أيا النبي نسي مركا وحل ربا سندي سنة إن هذا كهر هر قد بن مركا هدي وحوية قف كم أنت سندي النبي جديدة أساس كهر بوده هي قف كاسي وحوية وقف ما تقنا دين تكرنتي كبح حوية أو دين هيسن سند الرسول كنا صلى الله عليه وسلم حد وحي كفر هيان وحوية رسول كنا أسأل أمره إلا قرر ولا قرر شري أو وحوية ولا ديوان قلين شري حفظي أنا غالب كأها أو وحوية قرآن كبس ما تقنا صدح لا تنسى المخلص ودها هيو ولا حفظين شري أو حورين ترى آية بلاها كاس ليقة تاس هالكاس ليقة وأنا لقرر شري لكن مصحف كامل هي وقت ياس ما شري سيدنا أبو بكر الصديق مركو حكم قبصري أي سيدنا عمر بوها قف فكرة أهر يك يعني أو يري أبو بكر أو هل قرأ كتاب القرآن كهل مال هالوقر أبو بكر مكاسو حجا وقادم ويا يري رسولك ما سمير سو سمية والله إنه الحق والله إنه الحق عرب سو حكي الجوا سيدنا عمر إنه يرى وتاسع حق وتاسع حق إلا مركي دم بقوا يري سحابي دليل كأبي بن كعب يزيد بن ثابت أو يري قرأ أو ديوان قليل القرآن كي وحنا أركيسا سيدنا عمر سيدو كرت وقت جيسي مركي لسوا جارينا قفكي أمري وديوان إن حديثي لقرأ أو هل ميرا الوجب عيوك حديثك هو لقرأ تري سحابة ما نبقى وقت يرسولك قرأ ترتي لبي يكون تن سحابي وقرأ ترتي حديثين إلنا ما أنت إليه يهين بخاري مسلم يوحى قرأ يقرنك إليه يهين وبنت أسارين يعني لبي يكون تن سحابي وقرأ ترتي لكن ديوان وينه كل الوجب جمعي ما تري إلا
وقتيادي ما تقعنا نيكا سحابي سحابي ما تابعوها كثير من ابن مرة نيكا اللي يرى هذا أو سيدنا عمر أرضي وها سحابة بدنا كقاطي أيا ديوان وهرية سمية جمعية أحاديثي مرك أيها الإخوة وحوية وقته نواس عضاء وحلوب بهاي هاي إلا لقد دكتور هذا فتن كاني كنتي فتن وين بصعضة إلهي سبحانه وتعالى إلا ما جنجله إن الجودة داله إن قرونك في نادك عينية أو نقالها ينال لك سوقة تي متق أنا قال هذا أو رأي إن أدونك في النهاية أنا إن لسك قبته هذه بنان شوغان هذه ملك شوغان بعلماء لم يلو يستقته وادد هو الرعياء إلهي نكوت المامي ضد متق أنا أي إن كسي حيهين أو كسي ليتان واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا بإلهيري بل كورا مثل عن آيات كيسيني أو شيخ خدقني أو عالم خدقني أو علمي مركان سيني محو سمي فانصلخ منها وكحب سبتي دينك هي متقنا يهرق سيد النافك الله وسعره هي مسك سيد هرق إسكاب بحسبه دينك هو كسبتي هدان دوني هنا كربا القادر هنا لكن هودي سرعي ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه تساليه سمحوه يهوه إلهي سبحانه وتعالى كمثل الكلب وي وأي أو كليتو كاس تساليه سم way aygu marka sawaki hiraan hirahaya oo af ma taqaana aflaha ara oo afka taagahaya ama ayri ama ayrini marka meel ka soo dacaan ku arko waa midki sidii aygi dhareerahaya oo meeshaas ma taqaana daba galiya ayuha ikhwa muslimoon yaqulu allah ta'ala wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun barakallahu li wa lakum fil qur'an al-'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa nafa'ana bihadi sayyid al-mursalin wa biqawlihi al-qawim aqulu qawli hadha wa astaghfiru allah al-'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull wa kabbirhu takbira وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وأسوتنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله مع جماعة المسلمين ومن شذ عنهم شذ في النار واعلموا أننا غداً بين يدي الله موقوفون وبأعمالنا مجزيون وعلى تفريطنا نادمون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه فقال جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي السبطين وعن السبطين العالمين وعن العمين الكريمين وعن أصحاب البيعة والعقبة والشجرة وعن أمهات المؤمنين وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اجمعنا على الحق والهدى اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الأعور الكذاب اللهم لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم مزق الكفرة التنويريين كيفما كانوا وإنما كانوا ومزقهم كل ممزق اللهم أرنا فيهم آياتك الكبرى وقدرتك العظمى اللهم انتقم لنا منهم إنك على كل شيء قدير اللهم ردنا إلى طاعتك ودينك ردا صادقا جميلا اللهم استعملنا في طاعتك
واهدنا كبارا وصغارا إلى سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وحبب لنا هذا الدين واجعله في نفوسنا أغلى من نفوسنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.